أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الحديث. تستعد مملكة البحرين في الأيام القادمة للانتخابات البرلمانية والبلدية، وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ رمزي جمعة الجلاليف المرشح المحتمل على الدائرة الثامنة لمحافظة المحرق الحد. أهلا وسهلا. أهلا فيكم القصر. في البداية حبذا لو تعرف المشاهد الكريم بنفسك وتستعرض لنا أهم ما في سيرتك الذاتية. أنا أخوكم المترشح البلدي رمزي بن جمعة بن سعد عيد الجلاليف من مواليد مدينة الحد سنة 1969. ولدت في الحد ودرست في الحد ودرست الابتدائية ثم الإعدادية ثم انتقلت إلى مدرسة الهداية الخليفية وتخرجت من التوجيهي قسم التجاري. الحمد لله يعني الله وفقني بالعمل في بنك البحرين الإسلامي، وصرت قائم بأعمال مدير في منطقة فرع الحد، وقمت يعني بخدمة أهالي الحد من ضمن عملي، وعقب انتقلت إلى المجلس البلدي، والحمد لله أنجزنا الكثير في هذا العمل البلدي. ما هي أهم إنجازاتك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني؟ إنجازاتي يوم أنا كنت أعمل في بنك البحرين الإسلامي كنت قائم بأعمال مدير في منطقة الحد، وخدمت أهالي الحد في المنطقة كوني قائم بأعمال مدير فرع البحرين الإسلامي في الحد، ثم انتقلت إلى المجلس البلدي، عضو بلدي 4 سنوات، قمت في خدمة أهالي الحد في ال4 سنوات. الحمد لله حققنا من الإنجازات. الإنجازات اللي قدمناها اللي حصلنا عليها هي كان متنزه الشيخ خليفة بن سلمان يوم افتتح ما كان له مدخل ولا مخرج حق الأهالي، فكانوا الأهالي يذهبون إلى منتصف جسر الشيخ خليفة للدخول إلى المنتزه، ثم الخروج منه يذهبون إلى ميناء سلمان يعملون حركة يوتير يرجعون إلى الحد، فصعب. فنشرت رئيس الوزراء بهذا الموضوع والحمد لله استجاب لنا وصار مدخل ومخرج لمدينة الحد. عملنا الكثير، عندنا مسجد الزامل كان ما كان يعني مرصوف، فالحمد لله طلبنا وتم رصف الشوارع وصار المسجد الحمد لله فضل الله، وعملنا حديقتين في مجمع 109 وحديقة في مجمع 112، والحمد لله رأت النور هالأيام وفتتحوهم الحمد لله فضل الله. وحين احنا أقوم يعني أنا بأعمال خيرية في جمعية خيرية في الحد، وأقوم بمساعدة جميع الأقسام في الحد من داريوكو وداريوكو الاحتياجات الخاصة تفاؤل، الحمد لله يعني بديت وياهم عمل خيري والحمد لله فضل الله الأمور جدا طيبة. ما هو برنامجك الانتخابي؟ أنا برنامجي يعني عديته كخبرة في المجلس البلدي، يعني ممكن أي مترشح يحط برنامج وما يكون يخص العمل البلدي، فمن ضمن العمل البلدي يعني في برنامجي أني أراعي ذي الاحتياجات الخاصة في عملهم باركات للوقوف خاصة في الجمعيات وفي المستشفيات وفي المجمعات التجارية. اثنين، من عملي يعني كنت أفكر أن أدمج جميع الأهالي الحد في تحت التواصل الاجتماعي، يعني لأي منجزات أو أي شيء لطرح الأفكار عليهم، وبعدين أتري منهم أن يردون علي بأفكار التي سوف أقوم بإنجازها، يكون مشاركة يعني ودعم المراكز الصحية في المناطق يعني الخدمات الجليلة لأهل المنطقة وإنشاء الساحات البلدية والمساحات الخضراء
وإنشاء حدائق عامة في المنطقة، وفي بعد كثير، ولكن إن شاء الله سوف تطرح في الافتتاح برنامج انتخابي. كلمة أخيرة للناخبين وللمشاهدين. أهالي منطقتي، أهالي منطقة الحد، أناشدكم مناشدة أن يكون الاختيار اختيار سليم، اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، يكون ذو خبرة، ذو علم، وتواصل مع الأهالي، يكون ملم باحتياجات منطقة مدينة الحد. أوصي جميع الأهالي المنطقة أن يقوموا بيوم الانتخاب، يعني يقومون بترشيح ويلبون النداء الذي أطلقه جلالة الملك للانتخابات، ولا يعني يتقاعسون يقعدون في البيت، وهذا عمل جليل يعني، وأمر من جلالة الملك يعني يتوافق أن احنا يعني أن نبي هذا الطلب، وإن شاء الله نشوفكم إن شاء الله في يوم 24/11/2018 في جميع إن شاء الله المرافق العامة والخاصة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ رمزي جمعة الجلاليف على ما تفضلتم به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم الشكر أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بمشيئة الله.